للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي. دكتور ناصر، بداية مرحبا بك. قدمتم بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين منحا مالية في منطقة حلبجة بمحافظة السليمانية، هل حدثتمونا أكثر عن هذه المنح؟ حياكم الله اخي الكريم. اهلا بك دكتور. هذه المنح الماليه التي قدمت للطلبه لطلبه عوائل نازحه من مناطق مختلفه من محافظات العراق، منهم من العائلات التي منعت من العوده الى مناطقها من جهه الصخر وناحيه يثرب والصينيه وبيجي وعزيز بلد ومناطق اخرى مختلفه من محافظه ديالى وكذلك محافظه الانبار ومناطق اخرى من المحافظات. هؤلاء يذهبون الى مدرسه بعيده نائيه عن 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 المدينه. هذه المدرسه التي اختيرت لهم للدراسه فقط مسموح لهم للدراسه في هذه المدرسه في منطقه نائيه بعيده عن الطريق العام وبعيده عن متناول المنظمات الاغاثيه. في السنه الاولى في عام 2016 قدمت منظمه ام القرى بالتعاون مع القسم الاغاثي في هيئه علماء المسلمين المنح الماليه للمحاضرين لان المدرسه كانت على المحك للاغلاق لانه لا يصل اليهم مدرسين ولا محاضرين. كان هنالك محاضرين يحاضرون في هذه المدرسه لانجاح العمليه التربويه وكذلك لاستمرار العام الدراسي في ذلك العام. كانت المدرسه على وشك الاغلاق فجاءت المنح الماليه والحمله الاغاثيه التي تقدمت بها منظمه ام القرى وهيئه علماء المسلمين لنجاتي واستمرار طلبتنا الاعزاء من عوائلنا المنكوبه من العوائل النازحه التي اجبرت على الـ على الـ على الـ على النزوح. قدمت هذه المبادرة منح مالية في هذه المبادرة الأخيرة في هذا العام. توالت حقيقة من المنح المالية والحملات الإغاثية المالية لهذه المدرسة في عام 2016 و2017 و2018 وهذه كذلك جاءت هذه الحملة كذلك لإنجاح العملية التربوية في هذه المدرسة. الحمد لله المدرسة يعني تجاوزت الأزمة المالية وتجاوزت الأزمة التي كانت معرضة لها ونظرت هذه الحملة التي تقدمت بها المنظمة والقسم الإغاثي في الهيئة لإنجاح العملية التربوية واستمرارها واستمرار تحصيل أبنائنا الطلبة من العائلات النازحة. هل المنح المالية على 100 طالب في مدرستي ثانوية صلاح الدين الأيوبي ومدرسة الشهيد قاسم الابتدائي، وكلا المدرستين مختلطه وتقع في منطقه ناحيه في منطقه حلب التازه في اقصى جنوب شرق محافظه السليمانيه. ما الهدف من استهداف هذه الفئه من الطلبه والمحاضرين تحديدا؟ حقيقه المحاضرين يحاضرون مجانا. يعني عاده الذين يحاضرون مجانا في مدارس النازحين يعني تعدهم الجهات التعليميه بالاولويه بالتعيين، ولذلك هم يستمرون ويواصلون التدريس في هذه المدارس وهي مدارس للنازحين. الطلبه النازحين في هذه المدارس طلبه من ظاهرهم ومن درجاتهم التي طلعنا عليها ميدانيا ومن خلال سؤالنا للكادر التدريسي في المدرستين، طلبه متفوقين حريصين على دراستهم، حريصين على مستقبلهم الدراسي. كذلك هم يقدمون يعني بعضهم مشيا على الاقدام عده كيلومترات، وبعضهم ياتون من مناطق بعيده 9 كيلومترات 12 كيلومتر، ياتون تقلهم سيارات النقل الى هذه المدرسه. بعض الطلبه يعني منهم المئات حقيقه تعدد عوائلهم عن دفع الاجور والتكاليف الدراسيه واجور النقل لابنائهم، ولذلك قدرت المنظمه والقسم الاغاثي في هيئه علماء المسلمين حاجه المدرسه وحاجه المحاضرين حقيقه جهودهم مشكوره وجهودهم متواصله وجهودهم يعني مضنيه حتى يصلوا الى المدرسه وهم يدفعون من جيوبهم، ولذلك قدرنا حاجتهم وقمنا
بتقديم هذه الحملة الإغاثية المالية للطلبة وللمدرسين الأساتذة المحاضرين مجانا في هذه المدرسة. كيف وجدتم دكتور ناصر يعني ردود فعل الأهالي على هذه المنح؟ يعني كلمات الطلبة بشكرهم وفرحتهم بهذه المنح المالية التي تعينهم وتعين عوائلهم لتجاوز تكاليف الأجور النقل، كذلك ما وصلنا من ثناء من أولياء الأمور الذين يعني كانوا فرحين بهذه المبادرة، لأننا كنا على تواصل مع المدرسة مع إدارة المدرستين وأخبرونا بأن أولياء الأمور يعني يقدمون شكرهم وثناءهم لرعاه لراعي هذه المبادره بالمنح الماليه، لانها تخفف عن كاهلهم وتعينهم وتعين ابنائهم على مواصله التحصيل الدراسي. كذلك الكادر التربوي الكادر الاداري في ادارتين مدرستين، مدرسه صلاح الدين الايوبي ومدرسه الشهيد قاسم الابتدائيه المختلطه، قدموا شكرهم وثناءهم وعرفانهم لهذه المبادره، وشكرهم لمن يسر هذه المبادرة ووجه بها وعانى عليها وعانى على تحقيقها. شكرا لك، شكرا جزيلا. كنت معنا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي.